صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في برنامجكم برنامج الضحى العود، صباح الخير والتفاؤل والسعادة، خاصة مع الأجواء الجميلة اللي شهدتها البلاد بالأمس. يا رب تكون أمطار خير وسعادة على تراب الكويت، خاصة ونحن مقبلين إن شاء الله على أمور طيبة ومزيد من التفاؤل بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. صباح الخير افتخار. صباح الخير محمد، الحمد لله على السلامة، وأصبح عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله معنا في برنامجنا اليوم يا الضحى العود وفقراتنا المتنوعة، وأتمنى لكم ضحوية جميلة وممتعة من خلال متابعة برنامجنا. افتخار، أمطار وديمة حلوة أمس كانت، يعني من الفير للعصر ومتقطعة، لكن كانت جدا رائعة وعكست علينا الأجواء هذه إيجابية. الواحد لما يشوف هذه الأمطار وهذا الأجواء وهذه الأجواء فعلا الواحد يحس يعني إنه يعني بنبرة من التفاؤل كبيرة. فعلا، بس سبحان الله عقب الأمطار الأمس شفت اليوم الجو غير صح ما شاء الله، والشمس مشرقة ودرجات الحرارة أبرد من الأيام اللي طافت، والسبب كله أن الهواء قلب شمال عقب الكوز. يلا عشان نروح البر ونتفقع في العطلة إن شاء الله عقب ما يخلصون عيالنا من الامتحانات إن شاء الله. خصوصا إذا مشاهدينا الكرام، أجمل ترحيب في برنامج الضحى العود الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، وعندنا مواضيع جميلة إن شاء الله بإذن الله تعالى تحوز على رضاكم. نبتديها بالفقرة الأولى كما جرت العادة بالصحافة المحلية. بدايتنا مع أخبار الصحافة المحلية ستكون مع الأنباء، فقد قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور إن العمل جار على قدم وساق لإبراز احتفالية استاد جابر يوم الجمعة المقبل بالشكل الذي ينال استحسان وإعجاب المتابعين، مضيفاً أن كل طرف في منظومة العمل للاحتفالية يقوم بواجبه على أكمل وجه حتى تخرج الصورة النهائية ليوم الاحتفال الذي وصفه باليوم التاريخي ويتضمن العديد من المفاجآت. وفيما يتعلق بجاهزية الاستاد قال إن الهيئة حصلت على شهادة رسمية موثقة من أكبر مكتب استشاري متخصص إنجليزي يؤكد من خلالها سلامة الأستاذ تماماً وجاهزيته لاستقبال الأحداث الرياضية الكبرى بأريحية تامة للغاية. وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكأس سمو ولي العهد التي سحبت مساء أمس كما بيّنت النهار عن وقوع الكويت بمواجهة خيطان والسالمية أمام كاظمة، وتقام المباراتان بنظام خروج المغلوب في 21 من ديسمبر الحالي. وكان الكويت تأهل لهذا الدور إثر فوزه على صليبيخات 3-0، فيما تغلب السالمية على العربي 2-1 وتخطى كاظمة نظيره القادسية 4-3، بينما فاز خيطان على الجهراء 3-2. وعلمت الرأي أن نادي الشباب السعودي يسعى جاهداً لضم لاعب نادي القادسية فهد الأنصاري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليحل بديلاً لمواطنه سيف الحشان لاعب الأصفر السابق أيضاً، والذي تعرض إلى إصابة قوية في الرباط الصليبي في بداية الموسم ستبعده عن الملاعب حتى نهايته. من جانب آخر، سيتقدم نادي سيلي القطري بعرض لضم لاعب القادسية عبد العزيز المشعان خلال فترة الانتقالات المقبلة أيضاً بعد ظهوره بمستوى رائع وقيادته فريقه إلى الصدارة دوري فيفا ليج. وذكرت صحيفة سياسة أن مجلس إدارة نادي الجهراء أصدر قرارات رادعة تجاه عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وفي مقدمتهم إبراهيم العتيبي وسعود عثمان، حيث أوقفت كل منهما مدة موسمين، فيما تم إيقاف حمود ملفي لمدة موسم واحد وعبد الرحمن السربل لأربع مباريات، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة الفريق أمام خيطان على ملعب مبارك العيار ضمن الدوري الربع النهائي لبطولة ولي العهد، وأسفرت عن فوز خيطان بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مشاهدينا الكرام، يعني خصصت هنا يعني في الضحى العود يعني فقرة مميزة لمناسبة مميزة جماهيرنا المحبة لكرة القدم، وللأزق تنتظر بمختلف توجهاتها حفل مهرجان استاد جابر، وسيهتفون بصوت مرتفع راح نلعب عندما يقارن نجوم أسماء عالمية وعربية لامعة صفق لها
الجمهور المحب للمتعة والفن لسنوات. معنا اليوم أحد المهاجمين المشاكسين في سماء الكرة الكويتية ونادي الكويت، ذكر جماهير العميد دائما كوني أحرز هدفا ولا أروع. طبعا هم عدة أهداف في نهائي أغلى البطولات أمام التضامن ما ننساه. كابتن بدر العنبري حياك الله ويانا في الضحى العود. حياك الله وصبحكم الله بالخير وصبح المشاهدين، وإن شاء الله نكون خفاف عليهم. آمين. طبعا أنت من الناس المميزين وأنيقين جدا يا كابتن، حياك الله ويانا كابتن. طبعا الجميع يتحدث في الآونة الأخيرة عن هذا المعلم الكبير، يا ليت تحدثنا عن شعورك وأيضا لما لمسته من الجماهير من خلال تواصلك في الدواوين في العمل عن استاد جابر، وهذا الحديث الذي إن شاء الله بإذن الله نستمتع فيه في الأيام القادمة. أول شيء نحمد الله على هذا الافتتاح وهذا المناسبة اللي تشرفنا بحضور الوالد الله يطول عمره شيخنا العود الشيخ صباح. بداية فعلا نطرنا فترة طويلة، لكن إن شاء الله الأخير فرحنا. إن شاء الله دائما الشعب الكويتي يفرح ونستحق هذا الفرح اللي كان المفروض أن نفرحه من فترة طويلة، لكن على الأقل وصلنا والآن بنفتح معلم. أعتقد يعني حتى الدول الثانية قاعد يشوفونه فعلا، أن في معالم كثيرة عند حوالينا في بلدان قريبة يمنا، لكن هذه منشأة أعتقد تحفة معمارية راح تكون إن شاء الله للمستقبل القادم، وإن شاء الله هاي بداية المعالم اللي راح نبدأ فيها بعون الله، وإن شاء الله هذه رسالة للحكومة أن هذه الخطوة الأولى ونبي الخطوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كابتن بدر، كيف رأيت المسؤولين والتنسيق ما بين الجهات المختلفة في إقامة هذا الحفل؟ والله رأيت تحدي بالبداية، تحدي أن إحنا راح نلعب وراح نفتح المنشأة، وتحدي ان احنا العالم الان كله قاعد ينظر لنا ان نشاطنا موقف، لكن راح نلعب وبنفس الوقت الجمهور متعطش، الجمهور نسى موضوع التوقيف الايقاف. نعم، قاعد يفكر بالمنشأة، قاعد يفكر بالنجوم اللي راح يجون، قاعد يفكر بالفرحه اللي قاعد يعملونها الان، بالاحتفال الجميل اللي بيسوونه، والجميع قاعد ينتظر شنو اللي راح يسوونه. يعني اعتقد انه الجميع تعبان، الجميع قاعد من الرئيس الوزراء إلى الوزير الإعلام إلى جميع الموجودين اللي قاعد نشوفهم بشكل يومي قاعد يحضرون للملعب وقاعد قوام بالهيئة والموظفين في الهيئة والمسؤولين. أعتقد يعني فعلا موضوع مو موضوع افتتاح، موضوع تحدي، وهذا اللي يعطيك مؤشر أنه بالأخير في ناس بيونك بيعملوا لك شيء، يعني بيمتعون الناس ويقولون أنا إحنا موجودين وإحنا سوينا كذا كذا كذا. نعم، رغم هذه الظروف لكن إن شاء الله تكون هذه الانطلاقة لرياضتنا القادمة بإذن الله تعالى. طيب، نجوم كبار يحضرون للكويت مشاركة في المهرجان، كابتن بدر شلون ترى صداه وتأثيره على حتى يعني الشباب الصغار لما يشوفون لاعبين قمم تلعب هنا في افتتاح استاد جابر؟ والله مثل ما قلت لك، هي التحدي إيش، إن نجوم عالميين زائد توقيف، يعني تخيل ها، نجوم عالميين زائد توقيف نشاط، يعني العالم حتى الصغير يبي يشوف هاللاعبين، لاعبين لهم اسمهم، شلون انت قدرت تجمعهم بهذه الفترة الزمنية وبهذا الكم الكبير من النجوم العالميين خلال فترة يومين، تجمعهم وتلعبهم بلعبة يمكن يتمرنون فيها يمكن يوم ويلعبون على طول، زائد الأوبريت اللي بيعملونه. أعتقد يعني فعلا أنا اليهال كل يوم قاعد يشون بالنت يدورون لهم بس كرسي يحجزونه، لأنه حفلة على مستوى الكويت يعني أمانة. نعم. طيب كابتن بدر، تتمنى أنك تلعب في وسط أو مع هالحشد الجماهير الرائع اللي راح إن شاء الله يحضر في استاد يابر، وأيضا مع النجوم اللي سطعت في سماء كرة القدم؟ لو خاصة هو يعني من الناس اللي محافظين ما شاء الله. والله أتمنى يعني هذا كل ما يتمنى المر، ولكن في إن شاء الله الجيل والشباب اللي موجودين فيهم البركة، لكن كنا نتمنى ونتمنى الأكثر والأفضل المنشأة. نعم. منشأة يعني العالمية أنا أعتبرها. نعم. منشأة اللي تبدأ زرت المنشأة هناك، زرتها تابعت زرنا المنشأة يعني فعلا بدون مبالغة، احنا شفنا منشآت كثيرة. نعم. واحنا احنا فترة من الفترات كنا نتذمر بشكل كبير. نعم. لكن يوم صرنا على أرض الواقع خلاص التذمر انتهى، التذمر والنجرة اللي بيننا وبين بعض انتهى، عندك منشأة روعة قمة الجمال، وفعلا فعلا يعني منشأة يعني راح تكلمون عليها. نعم. للمستقبل القادم،
منشآت يعني فعلا تعبانين عليها. نتمنى ان شاء الله ان يتمتعون فيها الجماهير مثل ما احنا وياهم راح نكون متمتعين فيها. نتمنى ان شاء الله ان اللعبه والمهرجان يكون لايق على مستوى المنشأة نفسها. طيب شلون يعني يسوق بدر العنبري لمثل هذه المهرجان؟ اليوم هناك مسؤوليه كبيره وطنيه على جميع الشباب وجميع الرياضيين وخاصه النجوم. كيف يسوق بدر العنبري لمثل هذا المهرجان؟ من خلال تواصلك مع الناس في كل مكان، وايضا يمكن خلال التواصل الاجتماعي. والله احنا خلينا نكون واقعيين، احنا ترى الشعب رياضي، الشعب كله تقريبا اغلبه رياضي، رجاله ونساء يعشقون الرياضه بشكل عام يعني. فهي اساسا التسوق موجود فينا وبنفسنا يعني. نعم. الشعب يحب الرياضه، هناك يحب اقبال كبير وحب لمثل هذه الامور. بالضبط. زائد ان الناس الان دائما لو تشوف الان مكاتب اللي الان صارت تجاريه اللي ياخذونك يودونك اسبانيا يودونك كل شيء قاعد يروحون للرياضه، عوائل تروح للرياضه لاسبانيا ولدول على اساس يحضرون مباريات. نعم. ثلاثة ايام يردون لندن اسبانيا. نعم. انا اتحدى بالمنشاه هذه الموجوده، يمكن ما شافوها حتى باسبانيا، المنشأة الموجودة حاليا. نعم. جدا جدا شفنا ريال مدريد، شفنا برشلونة، خلي يروحون الجمعة بكرة بعد بكرة إن شاء الله جمعة ويشوفون المنشأة. ما أنا واثق إن ما شافوها في أوروبا كمنشأة. نعم. هو صنف من أفضل العشر يعني تقريبا منشآت في العالم فعلا ممتعة. نعم. وإن شاء الله بس إنه النظام يصير إن شاء الله يليق في المنشأة نفسها من ناحية الجماهير إن شلون يدشون يطلعون، وهذه أهم نقطة في الموضوع. نعم. هذه يمكن مسؤولية الإخوان في وزارة. نعم. الداخلية. نعم. نلقيهم تحية عبر برنامج الضحى العود. يمكن محمد غير إن هم متعطشين إلى أن يشوفون هذا المنشأة، أكيد بعدهم حابين أكثر أن يتعرفون على دولة خليجية مثل الكويت، ممكن نقول ذاع صيتها في الفترة الماضية الله لا يعدهم ذيك الأيام بين الكثير من الدول الغربية وما شافوها، يمكن هذا بعد يعطيهم دافع أكثر وتشجيع أكثر إلى زيارة الكويت إن شاء الله. والله إحنا هذه أكيد، لأن أنت لا تنسين أختي النجوم اللي راح يجون العالمين أول مرة راح يطبون الكويت. نعم. فهذه أساسا راح يكتشفون أن الكويت شيء مو سهل. نعم فعلا. وراح الكويت بلد متكامل فضل الله، بغض النظر عن التوقيف الرياضي، احنا فعلا عندنا القاعده صلبه على منطقه مو الخليج، انا اتوقع على المنطقه العربيه او شرق او اسيا بشكل عام، عندنا الارضيه صلبه، لكن نبي رجال مثل ما قاعد نشوفهم الان مخلصين يبون يعملون ويبون يطلعون على الكويت بشكل مزدهر شوي. طيب هل هناك تنسيق من قبل الهيئه معكم ابراز هذا الحدث؟ التواصل يعني من قبل الهيئة معكم كنجوم، أديتوا دوركم وانت أحد النجوم اللعب في ملاعب يعني على مستوى عالي يمكن حتى بالخليج، وأيضا شلون تشوف وتنظر إلى هذا المعلم الكبير في الكويت؟ والله التواصل موجود، احنا كلنا أصدقاء وكلنا ربع غض النظر على خلافات الرياضيين كلهم بشكل عام، لكن كلهم إيد واحدة وقت الكويت، وكلهم ايد واحده وقت التواجه مع اي مشكله خارجيه او داخليه، احنا ايد واحده بشكل عام. زائد ان الان تجيني اتصالات من الخليج، فعلا فتحتوه فعلا يعني فعلا راح تبدؤون فعلا راح تسوون هالمهرجان، قلت ان شاء الله بعون الله راح تتم الاحتفال وراح تفتح المنشاه وراح تصير بدايه للانطلاقه ان شاء الله، وراح تتمتعون فيها مثل ما انتم كنتم من فتره سنوات فاتت تفتحون مشاريعكم، احنا راح نفتح افضل منشأة خليجية حاليا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن بدر، في تنسيق من قبل هيئة الرياضة معاكم لابراز هذا الحدث؟ في بالضبط، في اتصالات مع الهيئة ومع النجوم الرياضيين بشكل عام. ومع دخولهم واشرافهم الى الملعب في تنسيق جميل جدا مع اللاعبين، لان تنسين ثلاث ارباع اللاعبين الهيئه الان يعني. نعم. احمد فليطح، جاسم الهويدي، معظمهم اساسا هم لاعبين وعارفين الوضع. نعم. النفسي للاعب انه اذا كان هذا النجم يلا للملعب شنو يجر من وراء جماهير. نعم. فهذه وايد جزاهم الله خير يعني قاعد يسعون فيها بقدر المستطاع يعني. كابتن بدر، انا يمكن قبل يومين في الويكند كنت في الرياض، كان الحديث شارع وكل الاسئله تدور حول استاد جابر وهذه المنشاه الكبيره.
وهناك مشاركة خليجية وفرح كبير لفرح دولة الكويت رغم ما تفضلت فيه من الأزمة الرياضية، لكن بالنهاية هم يطلعون إلى فعلا دولة قادت المنظومة الخليجية في هذه الرياضة، ومن ثم يطلعون أيضا لعودة الكويت للخارطة الرياضية بشكل مميز وكبير بجهود من تحدث عنهم. أيضا يعني تلمسكم للإخوان العرب المقيمين، أيضا الإخوان من خلال عملك، كيف ترى ردود أفعالهم حول هذه المشاهدة؟ والله ردود أفعال جدا جيدة أمانة، لأن مثل ما قلت لك الفترة السابقة فترة 10 سنوات هذه كانت شوية صار لغط كبير على المنشأة بنفسها. الآن أنت راح تفتح ويبون يشوفون هذا اللي أنت ناطرها لمدة هالسنوات كلها، زاد أنت شنو راح تعمل من احتفال في هذه النقطة، زاد أنت منو بتشيب من نجوم عالميين في أول لعبة راح تقام على هالملعب. كل هذا قاعد يصير فيها حركة كبيرة بالخارج وكذلك بالداخل. يعني هذه أمانة مجهودات لا تنسى أن خلال يمكن فترة شهر أو أقل من شهر، يعني خلال فترة بسيطة الإعداد لهذا الاحتفال الكبير. قاعد يدقون علي أنا نبي تذاكر، نبي ندش، وفي موقع هم الاخوان فكونا من الحرج، قال لك انا فكوني فعلا، انا فكوني اللي يبي تعالي بديش واحجز. نعم يعني وفري، وفري وبنفس الوقت فوق هذا مو بس مباريات، فوق هذا احتفال في نجوم الغناء اللي راح تشيك، يعني الجميع بيستانس. وجمعت ايش؟ جمعت إجازة أعتقد قبلها يوم الخميس إذا ماني غلطان، صح؟ نعم صحيح. يعني فوقت يعني فضل الله، وإن شاء الله نكون الأجواء جميلة إن شاء الله، فالأمور كلها راح تجمع بحفلة راقية تستحق. ولا وهذه النقطة الأهم اللي هو اسم المنشأة، اسمها على أمير غلوب الله يغفر له ويرحمه الجميع. فيعني أعتقد الجميع إن شاء الله متماسك إن هذا الاحتفال يطلع باللي يشرف بلدنا إن شاء الله. كابتن بدر، جميع المؤسسات نقول عملت على قدم وساق لإنجاح هذا المهرجان، وهو احنا بننظر له محمد انه مهرجان فرح اكثر ما هو يكون لا يعني تلعبون كرة قدم او انه لعب بين اللاعبين الاجانب او اللاعبين العرب. رسالة تحب توجهها حق المواطنين الحين، انا اتوقع ان اللود والتركيز راح يكون على المواطن، شنو تحب تقول حق المواطن؟ والله احنا مجهوداتكم واضحه، مجهودات جميع اللي قاموا على انجاح هذا العمل ان شاء الله واضحه، باتت واضحه من حيث اقامه استاذ جابر. المواطنين شنو دورهم؟ والله المواطن انا اتوقع ان المفروض اولا كدخول وخروج لابد ان احنا نصير مثل ما نكون في برا في الغرب، كدخول بالتدافع والامور هذه نلقيها، نروح لهدف المتعه، نروح لهدف ان نشوف مهرجان متكامل من موسيقى الى رياضه الى كل الامور، الانفعالات زائد الكلمات اللي ما المفروض ما تطلع، زائد الاشاعات اللي الان قاعد تتراود على اساس احنا بنعمل واحنا بنعمل، لا هذه المنشاه وهذا الاحتفال مو احتفالك انت، احتفال البلد كلها، هذه راح تشوفها العالم كله. فلازم نكون احنا على قدر المسؤولية كجمهور إن أنين ونحضر ونتمتع ونطلع بدون أي جرح لأحد أو جرح لكلمات مجرحة ضر الجو العام. لا تفكر بنفسك، فكر إنك أنت العالم وياك بتتمتع، لا تفكر إنك تستانس بروحك، العالم كله بتستانس بروحه وياك. فهذه النقطة. النقطة الثانية خلينا نحط ببالنا إن هذه بداية الانطلاقة، إن شاء الله بداية النجاح، بداية للمستقبل اللي احنا كنا من سنوات ونطالب فيه الآن بدأ، فما لنا عذر إذا احنا كنا نطالب بالسابق عطونا وعطونا وعطونا منشآت، هذه أول منشأة، خلونا ننطلق وذيك الساعة راح نشوف الجماعة يستمرون بالنجاح اللي قاعد يستمرونه أو لا. فهاي لابد نعطي الإنسان اللي يعمل لازم تعطيه فرصة. الجماعة الآن على رأسهم الوزير اعملوا وافتحوا لك ويابولك منشأة وقاعد ينطلقون، فلا بد تعطي حتى لو تختلف معه، عطى مجال يتحرك ذيك الساعة، أنت يا تصفق له يا تقول يبا وخر غيرك يعمل. فالآن العالم قاعد تعمل وخلوهم يعملون، وبالأخير المحصلة راح تكون لنا كلنا، ما راح تكون لواحد، راح تكون لنا والنجاح راح يكون للجميع. نعم يعني نعم، هذه أهم نقطة يعني. طيب كابتن بدر، يعني شنو ينقص ملاعبنا؟ إحنا اليوم نبي نستفيد مثل هذا المعلم. في السابق أيامكم كانت الجماهير يعني تحضر وبشغف رغم أن في نواقص كثيرة يعني من الخدمات، خلنا نتكلم
في الفترة الأخيرة ابتعدت الجماهير، هناك ضعف في الدوري الكويتي لكرة القدم، ما في إقبال، شو اللي ينقصنا على أساس نرجع الجماهير مرة ثانية لحضور ومتابعة هذه المباريات؟ نشوف الهيئة يمكن في الفترة الأخيرة قامت تنشط في تعديل ملاعب، لكن المسألة تحتاج تعاون أكبر من ذلك لتوفير الخدمات. اليوم عوائل تحضر، اليوم كبار السن يحضرون، الأمهات وأيضا السيدات يحضرون للمباريات. وش احنا لابد نحط نقطة مهمة، الرياضة صارت جزء من السياحة في كل مكان. انت الان اذا رحت اي بلد تحضر مباريات، تحضر سلة قدم، انت تسافر من هني تروح انت واهلك وعائلتك تروح برشلونة تحضر مباريات، هذا صار جزء من السياحة. هذه نقطة. النقطة الثانية، لابد ان ننسى الخلافات، ننسى الاشياء، ان احنا انا اختلف وانت تختلف، احنا دائما مركزين على الخلافات ما نركز على الانجازات. خل نركز على الانجازات. احنا الان منشأة مثل ما قلت لك بالبداية افتحت ان شاء الله، خل نبدأ بعد هذه راح نبدأ باشياء ثانية. عندنا اشياء ان نتمنى ان المنشأة اذا انفتحت ما تسكر بعدها، تفتح وتحط لها ادارة ونبدأ في الانشطة ونبدأ للتوقيف الرياضي. راح يفتح اليوم بكرة بعده راح يفتح قصبا على الجميع راح يفتح. هذه ما فيها كلام، تأخرنا راحت علينا بطولات قض النظر، بس بالأخير شهر أسابيع ما تعدي الأشهر راح تفتح النشاط، يفتح النشاط الرياضي. أوكي فتح، خلنا ننسى خلافاتنا، خلنا ننسى مشاكلنا، خلنا نركز على الإنجازات. شوف في نقطة مهمة، كثر عندنا تقريبا المنشآت من أكثر من 20 سنة ماكو أي منشأة جديدة، ولا يزال نجوم الكويت في جميع اللعبات متميزين بالمنطقة، فما بالك عندك منشآت في المستوى هذا وعندك نجوم ربانيين من الله خالقهم نجوم. ده والجماهير يعني تشوف والجمهور يعني يذهب للمنتخب كابتن بدر رغم النتائج قد تكون عادية، لكن جماهيرنا وفية إلى أقصى درجة. الجمهور يروح لك الملاعب حتى لو ما كان في ملاعب نظيفة، جمهورك يروح حتى لو كان خسارة، جمهورك البلد رياضي، يحبون الرياضة بكل أصنافها فعلا. بس انت الان ساعدهم انك تعطيهم المنشآت اللي قاعد تخلقها الان، واعطيك مجال لمده 2-3 سنين راح تشوف الجماهير ترجع مثل ما كانت في السابق، والانجازات راح تزيد بعون الله، وهذا كله فضل مجهودات المسؤولين اللي يعملون ومجهودات الناس اللي يبون المردود العملي اللي هو راح يكون على ارض الملعب ان شاء الله. طيب كابتن بدر، بعيدا عن المهرجان اللي ان شاء الله نشهده ونستمتع فيه باذن الله وجميع من سكن هذه الارض الطيبه، شلون نشوف حظوظ نادي الكويت خلال هذا الموسم؟ نخالف يعني ندخلك في التفاصيل المحليه لا الكويت ما شاء الله ماشي، طراج القطار ماشي ما شاء الله. يعني ماشي القطار ونتمنى انه يمشي القطار من يعني، هذا مو معناها ان الفرق الثانيه سيئه، لكن مستوى نتمنى مثل ما كان بالسابق الجميع يمشي على اساس تصير منافسه تصير قويه وجميله، لكن قطار نادي الكويت ماشي. ها يعني ممكن ثلاثيه الموسم واذا في رباعيه اكيد. طبعا ما تلام انت احد نجوم نادي الكويت، وايضا فريق نادي الكويت يتميز باداره مميزه الحقيقه، وهذا ما يضع الفريق على الطريق الصحيح. شاكر حضورك وابتسامتك وايضا يعني طلتك الجميلة كابتن بدر، إن شاء الله تقيك فيك إن شاء الله في مناسبات وطنية أخرى وأيضا جميلة يعني إبراز هذه المعالم، معالم ديرتنا الحبيبة واللي تستحق منا كل خير والأفضل إن شاء الله. شكرا لك كابتن بدر. مشاهدينا ننتقل إلى أولى فقراتنا والتمارين الرياضية مع كابتن سبعان السبعان. صباحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامج الضحى العود في فقرتكم الرياضيه، راح اقدم لكم مجموعه من التمارين اللي هي طبعا اهم تمارين انك لازم تاديها قبل اي رياضه، سواء السباحه، سواء اللي هو كره القدم، او ان التمرين بالنادي، او اي رياضه انك تاديها، لان تمرين اللي هو الاسترتشات تساعدك ان الاستطاله حق العضله، زائد تعطيك اللي هي حراره على اساس انها ما تحوشك اصابه. طبعا التمرين الاول راح اخذه حق اللي هو منطقة الإيد، راح تأخذه بالطريقة هذه، تحرك إيدك على أساس يحرك لك مفصل الكتف نفسه، تحرك إيدك إلى الأمام بعدين تأخذها إلى الخلف. طبعا نفس ما قلت لك حاول أنك تحرر إيدك كثر ما تقدر، وتأخذ لك من 10 دقائق إلى ربع ساعة على أساس تحرر الجسم بالكامل. الطريقة الثانية
تحاول انك تشد ايدك الى الخلف على اساس تاخذ لك اللي هي العضله الخلفيه حق الايد زائد الكتف. وايضا التمارين هذه تساعدك ان تعطيك مرونه بالجسم وتشد جسمك اكثر. الطريقه الثانيه طبعا الطريقه الثالثه اخذها احرك ايدي بهذه الطريقه على اساس احرك مفصل الايد. اخذ الايد الثانيه من بعدها احرك اللي هو الايد بالكامل على اساس تحرك الكوع. تحاول كثر ما تقدر نفس ما قلت لك من 10 دقائق الى ربع ساعه على اساس تحرك ايدك بالكامل. هذا طبعا انا حركت لكم منطقه الايد، اما بالنسبه حق منتصف الجسم راح تاخذه بالطريقه هذه تحرك جسمك. من بعدها تاخذ الجهه الثانيه تحرك الجسم. طبعا بالنسبه حق اللي هي اكثر المناطق اللي تحوشك فيها اصابه اللي هي المنطقه الاماميه حق الرجل نفسها والعضله الاماميه ايضا الخلفيه، فحاليا راح ابين لكم اللي هو التمرين. اخذه بالطريقه هذه راح انزل اثبت رجلي الى الخلف من بعدها امد ايدي بالكامل. اخذ الجهه الثانيه حق الرجل نفسها. شوف لاحظ معي من هالزاويه شدت معاك المنطقه بالكامل الخلفيه والاماميه والايد اليسار مع الرجل اليمين. وحاول نفس ما قلت لك من 10 دقائق الى ربع ساعه على اساس يحتاج جسمك بالكامل. وبالنسبه حق التمارين هذه اتمنى ان الجميع استفاد منهم، ودائما لازم تاديهم باي رياضه قبل لا تبلش فيها على اساس ما تحوشك اصابه، وتعطيك مرونه بالعضله ايضا تعطيك الاستطاله وتساعدك ان تحرر لك العضله قبل التمرين. وهذه كانت تمارين حق اليوم، تابعونا بحلقات مقبله تمارين جديده. شكرا جزيلا لزميلنا سبعان على هذه التمارين الرياضية، ومستمرون معكم في الضحى العود مع نجوم كبار. نعم معنا اليوم أسطورة كرة اليد، أسطورة الحراس. مشاهدينا معنا اليوم أسطورة كرة اليد الكويتية، لاعب تحدى الجميع ورغم تقدمه في العمر ما نقول وايد كبير يخاف من العين، وقادر على متابعة المشوار ولسان حلا يقول لن أعتزل، فهل من مزيد؟ ما ننسى دوره وقيادته لأزرق اليد خلال العصر الذهبي أو الماسي، فهو ببساطة كان الورقة الرابحة ببسالته في الدفاع عن مرمى. يسعدنا اليوم أن نستضيف معنا اسم لامع ويخاف من العين بعد، وهو حارس نادي سالمية كرة اليد الكابتن المخضرم عبد الرزاق البلوشي. أحس وايد كبروك لأنك بعدك صغير. طبعا أشياء رحب فيكم، صباح الخير. صباح النور. شوي طبعا أول شيء رحب فيكم يعني ومشكورين على الاستضافة هذه، ومثل ما قلت يعني العين حق يعني. صحيح اي والله العين حق. الله يحفظك. حياك الله في برنامج ضحى العود بوزيقه، واحنا طبعا دائما نقول بوزيقه يعني انت يعني نجوم كبار عاصرتهم، وانت احد ايضا ابرز النجوم خاصه في حراسه المرمى، وياما تغنينا في بوزيقه الحقيقه وفدائيه الروح العاليه في المنتخب وايضا في النادي. كابتن يعني ما راح نحسدك، لكن شلون تغلبت واستمريت وهذا نوع من التحدي ودرس تقدمه للشباب؟ خلينا نبتدي بهذا السؤال. اكيد طبعا اول شيء يعني المحافظه طبعا انت دائما يعني انا من حتى يعني مو من الحين من صغري انا كنت نعم. يعني في محافظه على الاكل والشرب والنوم وهذا، ومحافظه على الجسم هذا يعني في ولو نيتك فتره شوي زدت فيها يعني الحين شويه اخف. والله لا مو عن زدت فيها يعني نعم. تيك فترات طبعا لازم في فترات يعني يعني شوف الحين قبل يعني احنا على ايام شبابنا كنا ما نطوف ولا تمرين يعني الحين يعني حتى يعني واحد يحافظ يعني على حتى بالنسبه للتمرين يعني مو يومي يعني حتى انت العمر يعني يفرض عليك أكيد. يعني ما تقدر تمرن يومي يعني لك لازم انت طبيب نفسك نعم. لازم تعطي نفسك فترات راحه نعم. على الاصابه يعني لان نعم. انت على انا عمري انا معرض للاصابات يعني فانا دكتور نفسي يعني انا اقدر اضبط شلون اتمرن متى اروح متى اريح متى اقعد متى يعني فاني مرتب اموري الحمد لله. اذا كابتن تختلف التمارين الرياضيه حسب العمر مثل ما نقدر نقول من خلال كلامك؟ لا ما تختلف يعني مثلا يعني نوعية التمرين
اي يعني مثلا انا احنا ادش التمرين الربع مثلا يدورون مثلا يركضون مثلا ربع ساعه، انا لا انا اقول لهم ثلاث دورات واقول لهم يضحكون علي بعد قلت لهم انا ما يعني العمر يعني اقعد ثلاث دورات اقعد عندي اسوي تمارين خاصه وبعدين ادش التمرين العادي يعني. طيب يعني الاصرار شيء جميل وانت قاعد تقدم درس كبير الجيل القادم، لكن ربعك اللي وياك في الجيل اغلبهم اعتزلوا او بطلوا كره، انت شاف انه فعلا عبد الرزاق قادر انه يعطي؟ احنا شهادتنا فيك مجروحه، لكن انت في غرفة نفسك شايف ان عبد الرزاق مش قادر انه يعطي من خلال يعني الدوري العام وايضا يعني تشجيعه واصراره حتى للجيل الجديد الموجود؟ والله اخوي بوسف بالنسبه للحراسه انت دائما يعني في اوروبا وفي دول العالم كلها لهم يعني يعني يطولون بالعمر عكس اللاعب، يعني اللاعب حده يمكن 40 سنه بس يعني او اقل خلاص. فعندك يعني مركز الحراسه في يعني على يعني على قولتهم مر العصور يعني في اوروبا في يعني ممكن يعطي يعني بس على شرط انه يحافظ يعني يمنع نفسه من الاصابه يعني. طيب كابتن عبد الرزاق اكيد انت عاصرت اكثر من الجيل، شنو الفرق بين جيل الامس وجيل اليوم؟ لا فرق وايد، فرق وايد. من اي ناحيه؟ الانضباط او التمارين؟ الانضباط والتمارين والمحافظه وحتى يعني كميه اللاعبين الموجودين يعني عندك يعني يعني قبل كان احنا ما شاء الله يعني حتى يعني حتى نتائجنا قبل تفرق يعني. نعم نتائجنا قبل احنا على المستوى الاسيوي يعني مو بس على المستوى احنا لا انا وشيخ ناخذك على المستوى الدوري يعني احنا نتائجنا قبل يعني قبل نتائجنا يعني يعني 24 25 23 22 25 هدفين يعني. نعم لا حتى يعني الحين نشوف النتائج ثلاثينات عدت ثلاثينات عدت يعني يعني شنو ما بس في فرق يعني فروقات كبيره ذاك اليوم سمعنا عن 30 وفرق 30 ايش حقها يعني 40 نعم لا هو انا هو مو الفرق، الفرق مشكله يعني مستوى الفرق يعني نعم. عرف شلون يعني يعني مثل ما طرقت قبل التسجيل قلت لي انت قبل احنا في ست سبع فرق تنافس يعني ها في مستوى يعني مثل ما قلت يعني يعني موضوع درجتين هذا وايد يفرق يعني يعني لو يسوون درجه اولى ودرجه ثانيه وتسوي درجه اولى على ثلاث مراحل هذا ممكن يطور من لاعب يطور من لاعب المنتخب ممكن. اذا انت في وجهه نظرك ان نظام الدوري اختلف ايضا هناك ندره بالنجوم خلينا نقول في السابق أكيد. كان يعني كل فريق سبع ثمان فرق تتنافس على الدوري ويمكن حتى في الخليج يتابعون الدوري. اي لا احنا شوف قبل بيوسف اخوي قبل احنا حتى بالموضوع المنتخب مستوى المراكز يعني كل مركز اثنين ينافسون يعني على الاقل نعم. يعني تشوف منافسه كبيره يعني كل مركز فتشوف يعني منو يلعب يعني منافسه شريفه فهذا هذه المنافسه تنعكس ايجابي يعني على مستوى المنتخب فتشوف احنا فريقنا احنا كنا يعني هذا الحين سبحان الله صرنا العكس الحين صرنا تحت. طيب بما انك قاعد تتكلم عن المنافسات استاذ عبد الرزاق اكيد في ذكرى جميله من خلال احدى المنافسات حدثنا عنها. والله ذكريات وايد حلوه يعني البطولات يعني كل بطوله يعني اخذها يعني ذكرى حلوه علي يعني عرفت شلون يعني سواء كانت اسيويه او على مستوى النادي يعني الحمد لله انا يعني بس مستوى النادي تقريبا عندي 23 بطوله تقريبا نعم ايوه انا وعلى مستوى المنتخب تقريبا اكثر من 8 بطولات ومشاركات الخارجيه حق النادي هم نفس الشيء هم في عندي مشارك يعني في عندي بطولات فالحمد لله سي في مالي يعني فكل بطوله لي انا يعني تعتبر يعني تعتبر مناسبه حلوه ويعني وانسى يعني مثلا اليوم بطوله باكر خلاص انسى البطوله هذه ما افكر فيها فدائما يعني اطلع لقدام يعني. ممتاز. طيب شو البطوله اللي ما تنساها؟ يعني تحمل يعني شيء خاص لنفس عبد الرزاق. والله شوف بطولات الاسيويه تقريبا مثل المنتخبات هذه طبعا يعني مثل ما تقول في ناس تكلمت وايد على الموضوع هذا ان فريق الكويت يعني في مساعده الحكام فاقول دائما الناجح محارب يعني اي مشكله انت مشكله محارب انت من ناس في يعني من ضمن المجال داخل يعني داخل الكويت يعني في ناس يعني تطلع عليك كلام يعني بدل ما تشجعك تكسر ميادبك فهذا يعني يعني حتى الامور اللي صارت انا حرام يعني بالمنتخب اللي صار هذا الحين حاليا يعني يعني كل ما لو بنازل وان شاء الله الله يصلح الحال ان شاء الله. طيب على مستوى يعني النجوم ما شاء الله طبعا قبل نجوم كبار وناس يسددون يعني بكل قوه منو اللي كان يزعج عبد الرزاق انا اتكلم عن المستوى المحلي ما شاء الله يعني في يعني لاعبين نوادين يعني انت حتى يعني على مثل ما قلت لك الانديه
يعني تحصل 2-3 يعني مثلا عندك الأندية عندك راد الزعابي ما شاء الله راد الزعابي نعم اي اذا صمخ هذا ما يعني يعني اي يعني شوتك صوب وجهك اذا ما توخر وجهك تو انت كيفك انت وحظك ولا وجهك فوق عند المدرج يعني عندنا نجوم يعني في كل كاظم يعني عندك كاظم عندك كان في نجوم كاظم العربي القادسيه لا اقصد في كل مكان في نجمين مثل ما تفضلت او ثلاثه يعني حتى يمكن مدرب المنتخب يحتار في ذاك الوقت اليوم قلت هل ما في توجه للشباب هل اهتمام الأندية قل بعض الأمور السلبية اللي يمكن خلت اللاعبين النجوم يتركون بسرعة في أمور وايدة يمكن أثرت على رياضة كرة اليد أخي أبو يوسف يعني أنت عارف مشاكل رياضية أثرت مو بس على كرة اليد على اللعبات كلها على اللعبات كلها يعني مش يعني أنا عندي ولدي يلعب يعني لو مو خلي يعني الحارس إيه إيه عبد الله إيه نادي خيطان ما شاء الله طولي إحنا عبد الله ما شاء الله إيه فأقول لك يعني لو المشاكل هذه يعني هذا والله حتى أسحب ولدي قلت يعني يمكن نادي شوية على الأقل هذا بس مشكلة يعني مشكلة رياضتنا كل مالها وبالنازل هذه المشكلة يعني ما الفرق بين الرياضة بالسابق والحين أو اللاعب لا قبل بالعكس قبل قاعد تقول الرياضة بالنازل ليش على المشاكل اللي قاعد تصير على الامور انت يعني انت مو غايب عن المشاكل اللي قاعد تصير يعني الايقافات يعني تقريبا احنا اول اتحاد حاشنا ايقاف يعني عرفت يعني احنا يعني احنا تو لعبوا بطوله عربيه ولعبوا بطوله خليجيه ولعبوا بطوله الشهر الجاي بطوله اسيويه تصفيات حق البرازيل يعني ما يصير يعني احنا ناس كلها واحنا قاعدين يعني شنو ذنب هاللاعبين اللي عندهم يعني عندهم طاقات يبون يطلعون هالطاقات هذه زين يعني احنا اعطيك مثال الحين مثلا النادي القادسيه الحين على مستوى اللعبات كلها يعني خلاص ما راح يشاركون شنو ذنب اللاعب الصغير هذا عمره 12 سنه او 14 سنه يا يبي يستمتع باللعب يبي يضيع وقته يضيع وقت فراغه وين يروح يعني ما يروح مني يعني النادي عنده يعني حرام يعني قرار مجلس يعني مجلس او قرار من هذا انه انت الفرق كلها ما تشارك حرام يعني فما بالك يعني عندك اللاعبين درجه اولى يعني في عندهم يعني خامات زين حرام يعني الحرام قاعد يصير فيهم ان شاء الله طيب لعبه كره اليد ورزيقة كان يعني مو بس سالفه نجوم لا نجوم عوائل يعني عيال انس في فحيل عيال اي نعم عيال عبد القدوس في السالميه الاخوان في ايضا في سلابيخات تحس انه فعلا عوائل مسيطره على صوان صوان وعيال الصالح في كاظم لاعبين يعني كذا لاعب من عائله واحده اليوم الاسر ممكن تنتج وانت قلت قبل قليل ان ولدك وجهته او هو حب انه يكون في مركز حراس المرمى وعندي بعد علي الصغير بعد هم يلعب قدم نادي الكويت ما شاء الله اذا عائله رياضيه متكامله احسن شو ينقص اللاعبين الصغار على اساس نوفر لهم البيئه الجيدة أساس نستجلبهم مثل ما تفضلت ونبعدهم عن الأمور الثانوية السيئة اللي ممكن يعني تفسد أخلاق الشباب. والله شوف يعني عندك يعني يعني عندك شو اسمه يعني المفروض يعني يفتحوا يعني يهتمون بالشباب الصغار يعني يبلون مدربين على مستوى يعني يصرفون عليهم مع المدارس يعني عند المدارس عندك شيء يعني هذه وقفوها قبل فتره هذه يعني المدارس هذه الصيفيه هذه اللي يسوونها وعندك مثلا مراكز الشباب مفروض يفتحون لها يعني هذا يعني 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 اغلبيه اللاعبين واغلبيه النجوم طلعوا من الانديه الصيفيه مجمع صالات حديث يعني الكويت اعتقد تستحق ان شاء الله وهذه اللعبه بالذات اللي يمكن استقطبت الجماهير اتخاذ فتره طويله الناس ابتعدت عن القدم وتوجهت لليد يعني زين الحمد لله الحين سووا حق الطائره والسله سووا لهم قاعد يسووا لهم صاله الحين فقره قبل ما عندهم يروحون مدارس اجرون صالات نقول ان شاء الله الخير بقبال ان شاء الله الله سهل الامور ان شاء الله الله يصلح الحال ان شاء الله الله يصلح الحال كابتن كيف ترى حراسه اليد في الوقت الحالي والله شوفي في يعني في الحراسه في ناس يعني في لاعبين حتى في مراحل سنيه صغار بس يبي لهم تشجيع يبي لهم يعني مشكله يعني في عندنا مراحل سنيه عندنا تحت 12 14 16 في لا يعني كل انديه في يعني في خامات زينه بس يعني هل تضمن هذا باكر يصير عمره 18 يكمل يستمر هذا مشكله طيب بالإضافة إلى هل تعتقد أن يعني الدعم قليل بالنسبة لي يعني مثل مكافآت اللاعبين ما أتكلم بس عن السالمية أو المنتخب عن جميع الأندية هل الدعم قليل يعني إحنا يعني شاهدنا عملاق مثل بورزيقة مثل الفضلي الرشيدي حراس على مستوى يعني كبير
نريد ان نرى جيل اخر اساس انه تستمر العجله كابتن عبد الله. احنا ابو يوسف لما طلعنا انا ويوسف وحمد طلعنا الفتره هذه كنا احنا يعني مثل ما قلت لك يعني احنا اللاعبين خدمونا مو احنا خدمناهم، لاعبينهم خدمونا فهم اللي برزونا. يعني قاعد اقول لك كميه اللاعبين كانوا موجودين يعني بالدفاع كان هم اللي طلعونا مو احنا طلعناهم. فالحين العكس صار، العكس الحين الدفاع هو اللي يطلع الحارس، يعني الغزل العكس صار، يعني الحارس هو خلاص. فان شاء الله يعني في مفروض يهتمون، يعني مفروض يعني مثل ما قلت لك انا عندنا في ناس يعني اخر شيء اخر اهتماماتهم رياضه، يعني مفروض الشباب هذول مفروض يعني يهتمون فيهم. يعني انت عارف انت مشاكل امور الدنيا والهذه يعني وين يروح؟ يعني انا عيالي دخلتهم النادي مجبور، يعني شو اسوي مجبور دخلتهم النادي على اساس انه بس يلهون بشغله. نعم يلهون، ويعني ما عندنا دراسه والنادي بس. نعم نتمنى ان شاء الله بهذه الامور يعني تزال، وان يعني نرجع لطفرتنا وايضا نرجع لايامنا الجميله ايام كونفرزيقه في كرتي. الله يسهل ان شاء الله. كابتن ابي نتحكي عن الموسم الحالي، كيف ترى المنافسه وهل السالميه قادر على حصد لقب الدوري؟ والله شوف انا اقول لك انا يعني انا موسم طاف كنت مع نادي الكويت، فموسمين يعني خلصنا موسمين من غير يعني هزيمه، لا بارقام قياسيه يعني ما شاء الله. إيه فيعني انا قلت هالسنه يعني احنا تقريبا احنا مع الكويت بالصداره ومع منافسه القرين مع العربي، فان شاء الله يعني اعتقد احنا اسبوعيه اخر لعبه وبعدها راح نوقف راح نبلش ورا عطله 15، فان شاء الله نكون نستعد حق المباريات الباجيه ان شاء الله، ونكون يعني ان شاء الله يعني هالسنه احنا يعني راح نرد امجاد الساميه اذا مو بطولتين نطلع بطوله إن شاء الله. طيب دخول القرين هذا عنصر ايجابي الفتره الاخيره واعطى اضافه، لكن شلون ترجع كره اليد الكويتيه الى ما كانت عليه؟ شو اللي تحتاجه؟ هو من الاساس، يعني الاساس يعني انت الحين خليني اعطيك مثال، يعني الحين الاحتراف موضوع احتراف الجزئي الحين من شهر 4. نعم يعني احنا دشينا على 12 بندش على 1 الحين. نعم فما ادري شو المشكله يعني. فحتى يعني انت شلون تخلي اللاعب يعني شوف الحين حاليا اللاعب يعني قبل احنا قبل ما نفكر بماده قبل اكيد اي قبل كنا تمرين ومباريات تركيز على هذا، فالحين الحياه تغيرت. اي مو الحياه تغيرت، اي فاحنا يعني الفتره هذه الحين الناس كلها يعمل الامور الماديه اهم شيء، لاعب ماده اهم شيء تعطي ماده ولا مايك يقول انا اهد اهلي وعيالي واهد شغلي اي مره ليش يعني. نعم. اكيد في مقابل يعني. نعم. وهم انا معاه بالشغله هذه، انا معاه يعني انا يعني لازم يعني لازم تغري اللاعب في موضوع الماده يعني. نعم. اذا الماده هي شيء اساسي خاصه في الوقت لازم الحاضر، هذا مو بس يعني انا يعني. اوروبيا عالميا مو بس بالكويت يعني. نعم اكيد بالاضافه ان شاء الله الى ما ادري الحين متى بنتم هوات لمتى ما ادري يعني ما تطول يعني شوف قطر شوف الامارات شوف الدول اللي وين قالوا كنا نطالعهم وين دربيل الحين صرنا العكس. نعم ان شاء الله ترجع ان شاء الله باذن الله. انا ما التمست التفاؤل في كابتن عبد الرزاق نهائيا. لا ودليل التفاؤل انه ما زال موجود يعني لا وموجود بتعاملك. لا انا كنت بالسابق قبل كنت الحين يعني انا عارف الوضع يعني يعني مشكله كل ما كمال الحال. لا ان شاء الله الله يسهل الامور ان شاء الله. كيف تترقب افتتاح استاد جابر بما انك مو متفائل؟ لا ان شاء الله هذا حدث جدا جميل وان شاء الله هذا الحدث يعطينا تفاؤل حق القادم اجمل. بالعكس والله يعني انا مستانس يعني الافتتاح راح يكون تحت قياده صاحب سمو امير البلاد ان شاء الله يكون يعني الله. بالعكس هذا فرح فخر لنا يعني فعلا. يعني حدث ناطرينه من زمان يعني هنا. فان شاء الله يعني تترتب الامور ان شاء الله ويطوفون العواقب صعوبات العواقب الطوف هذه كلها ان شاء الله يعني وان شاء الله الحدث يكون موجود يعني واللاعبين يكونوا موجودين نستانس فيه اكيد والله ناطر انا ان شاء الله ايضا الاخوان يعني انا والله ودي اروح بس مشكله انا عندي بناتي يدرسون برا فبيون يوم الخميس واحدة في ايرلندا تدرس في بزنس والثانية تدرس في ليفربول يعني ان شاء الله الله يحفظك اي صلك فواحدة تي الصبح وواحدة تي الظهر قلت انا بالمطار يعني انطركم انا ما يصير اتفقوا ها اي والله واحدة طيب برديقة يعني رسالة يعني يوجهها عبد الرزاق البوشي لمن وما هي الرسالة والمجال لك مفتوح في برنامج الضحى العود خاصة ونحن أيضا نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون هناك منشأة كبيرة لكرة اليد الكويتية إن شاء الله تمثل خير تفير وإن شاء الله الخير بكبار.
والله انا سمعت انا كانوا مخصصين مكان في يعني عند استاذ جابر يعني كانوا مخصصين مكان هذا بس الاخوان الظاهر مو راضين يبون نفس المكان بالدعيه فانا سمعت ان حتى الاهالي يعني مو راضين اللي في منطقه الدعيه ناس مو راضين فما يندرى فان شاء الله يعني الفتره الجايه يعني يوجهون يعني على الاقل يعني يشوفونا مكان زين على ما يصير يعني والله يعني شوف حتى يعني مصافط ما في يعني شوف حتى لما تمطر صاله خير المواقف يعني متى والله ما ان شاء الله باذن الله تتحقق هذه الله سهل امور الاحلام ان شاء الله واحنا شاكرين لك يا كابتن عبد الرزاق قوشي حضورك وروحك الجميله الشرف وايش وانا مو مقتر اليوم لانه مقتر تدقيني كان ما تكلم لكن ما بكبر نفسي قلت انا الشباب ما بكبر لا شباب ما شاء الله ما سالتني عن عمري زين ان شاء الله باذن الله يخرج من تحت يعني اجيال جميله ما تفضلت ابنائك يكونون يواصلون مسيره العطاء اللي قدمها عبد الرزاق قوشي بشكل جميل وكبير شكرا جزيلا لك حاضرين ويعطيكم العافيه مشكورين على المقابله هذه والله يعطيكم العافيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا روحك فقرتنا الجايه اي نعم ايش عندنا اليوم عندنا فقره جوله الكاميرا نشوف هذه الفقره ومن ثم نعود ان شاء الله انتوا كاتحاد ايش رايكم في نظام القانون الاحتراف الجزء القديم والجديد شوفوا بالنسبه حق النظام القديم فيه عداله لجميع اللاعبين يعني ما كان يفرق بين اللاعب مستوى الاول الثاني الثالث ولكن هي المشكله انه لو حدث ان عندي انا 10 لاعبين والعشرة هذول كلهم لاعبين منتخب من يستحق ال 600 ومن يستحق ال 400 من يستحق ال 300 هذه المشكله اللي قاعد تواجه حاليا انا اتوقع جميع الانديه مو بس نادي القادسيه او نادي العربي او نادي الكويت طبعا الاحتراف اللي عندنا في الديره احتراف جزئي يعتبر ما هو الاحتراف اللي احنا نطمح له ان يكون واحد متفرغ من دوامه ويكون يعني بس حق اللعبه اللي هو فيها الاحتراف حاليا بالنسبه حق الوضع الرياضي انا اعتبره مكافاه جزئيه ايه وبالنسبه لي كلاعب كره قدم صارت تو يطبق لنا هالموسم وبنشوفه طبعا احنا نطمح فيه بس الالعاب سابقتنا كانت يعني سباقة أنا ماشي لها الاحتراف أعتقد أن استفادوا منه يعني 400 دينار كمكافأة هي ما تسوي شيء بس أنا تساعد اللاعب تحفزه حق الحضور الحقيقة بالنسبة حق الاحتراف الجزئي سواء القديم أو الجديد لا راح يطور ولا شيء لأن واضح الساحة وشايفين مستوى الرياضة من أسوأ إلى أسوأ الاحتراف الجزئي يعني ما شكل شيء بالنسبة حق اللاعب أصبح الآن الاحتراف الكلي في محاط في جميع المناطق اللي احنا محيطين فيه ووجود الخصخصة هي اكبر حل للرياضة بالكويت في السابق كان اللاعب ياخذ مبلغ معين اللاعبين كلهم متساويين في عملية رواتبهم اليوم حطوا قانون جزوا اللاعبين لاعب ياخذ بمعدل 800 دينار 600 دينار اعتقد 300 دينار هذا المبلغ أو هذه التصنيفة مع لاعبيننا أو لاعبين الأندية أغلبهم لاعبين منتخب فما نقدر نحط مبلغ معين أو نعطي لاعب منتخب الأول ياخذ مثلا 600 دينار منتخب ثاني ياخذ 400 دينار أنت الحين ما قاعد تزيد اللاعب قاعد تنزل المبلغ أو القيمة للاعب المفروض إحنا نحول المبالغ هذه أو ندش إلى الاحترافية واليوم الدولة قاعد تسعي إلى خصخصة الأندية خصخصة الأندية تحتاج لاعب محترف في سلم رواتب منظم مطلوب من الجهات المختصة بشأن هذا القانون مطلوب أنهم يلغونه ويحطون الخصخصة هي أفضل شيء للأندية وإلغاء الجزئي هذا اللي أو يحطون مبالغ يعني تسوى بحيث أن اللاعب يتفرق للرياضة اللي هي الجزء الاحتراف الكلي وعلى ضوء هذا يعني لعل وعسى يكون اللاعبين ما نشوفهم يطلعون من الأندية أو يطلعون برا الكويت احنا نبي الرياضة تتطور ما نبيها اللاعبين الزينين يطلعون برا الكويت نبي منشآت نبي احتراف كامل أنه يطور من اللاعب يطور يصعد من وضع الرياضة عندنا حوالينا كلهم الناس تطورت احنا نحن مكاننا في لعبات احنا ممكن سابقين كنا بالمنتخبات والانديه اللي حوالينا والدول
صرنا متاخرين بسبب الاحتراف، والاحتراف مطلوب يعني بكل شيء، سواء بالعمل بالرياضه بكل مكان في شيء فيه اسمه احتراف يكون احسن. لو يرجع النظام القديم وتصرف لهم الرواتب لنهايه الموسم ويقعدون على طاوله واحده سواء الهيئه العامه شباب رياضه والانديه والاتحادات بان يصيغون الاحتراف الكامل، وتكون يعني بادرة خير للأندية واللاعبين كونهم ملتزمين في بعض الأمور المادية، وإن شاء الله يعني نلقى خير بالقرار هذا إن شاء الله. ترى إحنا نبي المصلحة العامة، يعني اللاعب الحين مو راضي يوقع العقد، إحنا نبي المصلحة العامة، المصلحة العامة لازم كل هذه الأندية رؤساء الأندية يجتمعون مع هيئة شباب رياضة ونحط نقطة تعادل نتواصل فيها على أساس أن نحل هذه المشكلة، وأعتقد يعني راح تنهض في الرياضة دولة الكويت. رجعنا لكم مشاهدينا. يمكن محمد جميع النوادي معاناتهم نقول تقريبا واحدة. نعم، خاصة الألعاب الجماعية يمكن شفنا يعني كيف كانت الكويت متقدمة، لكن الفترة الأخيرة يعني نزل مستوانا، والسبب يعني عدم وجود صالات، عدم وجود يعني دوري قوي الكويت كانت، لكن إن شاء الله سوف ترجع إلى مسارها الطبيعي. مشاهدي الكرام، متواصلين معكم ما كنتم في برنامج الضحى العود اللي نسعد فيه من خلال اللقاء معكم. الآن مشاهدينا نبي نتكلم عن ناس يعملون بصمت ودورهم كبير جدا في كل الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات، دورهم فاعل ومهم. نبي نتحدث عن فرق الجوالة، ونبي نسلط الضوء على دورهم في المجتمع بشكل عام، وعن دورهم في الاحتفالية القادمة وهي افتتاح استاد جابر. يسعدنا أن نرحب بسيد علي إسماعيل أتش، رئيس فريق الجوالة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ونائب رئيس العلاقات العامة بالنادي العربي. حياك الله أستاذ ويانا. يعطيكم العافية، مشكورين وصباح الخير. صباحك الله بالخير، ودائما احنا نبدي في آخر الأنشطة، ويمكن هذه الاحتفالية ينتظرها الكويتيين بشغف كبير. عندنا الاحتفالية الأخيرة هي اللي ماخذة يعني جل اهتمامنا وشغلنا الشاغل هالعشرة أيام، خاصة بعد ما تم يعني عطونا هالمهمة ووكلونا إياها كفرقة الجوالة. جوالة الكويت هي إحدى الفرق الكشفية التي تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة. يعني مثل ما تعرف أخوي بقريص إن مثلا الكشافة الناس حسبها الكشافة بس في المراحل السنية في وزارة التربية. نعم. يقول بعدين لما يتخرج من التربية لما يصير عمره 17-18 سنة يخلص الثانوية، زين هاي الحصيلة الكم اللي خذها في الكشافة من مهارات من مبادئ من قيم وين تروح؟ إذا واحد حاب إنه يطور من نفسه أو يكمل مسيرة الحياة الكشفية أو يستثمر ما تعلم، ما تعلم في الحركة الكشفية. الحركة الكشفية من سن 17 وما دون تكون تحت مسؤولية وزارة التربية ويكون في وزارة التربية. عندما يتقدم في العمر من 18 سنة فما فوق أو 17 سنة فما فوق يكون تبع الهيئة العامة للشباب والرياضة. هناك قسم، هناك إدارة يشرف عليها من أنشطة ومن خطط ومن برامج. فبالتالي أي واحد بعد حاب أن يكمل في الحركة الكشفية وفي مبادئ الحركة الكشفية وهو موجود في الكشافة يلتحق يسمون احنا الجوالة. فالكل يقول لي شو الجوالة؟ اقول الجوالة هي اخر مرحلة من الحركة الكشفية. يعني في الكشافة اسمه كشاف، اسمه اشبال مثلا، زهرات، مرشدات، إيه؟ نعم، الى ان تصل الى الجوالة. الجوالة هو 17-18 سنة فما فوق يكون جوالة. طبعا وزارة التربية ما لها شغل بهالعمر هذا، العمر هذا يكون تبع الهيئة العامة للشباب والرياضة. فهناك جهة اشرافية وجهة مراقبة علينا من الهيئة العامة للشباب والرياضة، احنا عاد منطلقين في هالامور هذه في الانشطة، سواء الانشطة النشاط اللي نتكلم عنه في استاد جابر او الانشطة الاخرى. طيب استاذ علي، هل هالشيء يتوقف على الشباب فقط ولا الجنسين؟ احنا في الفترات السنوات الأخيرة فتحنا العنصر النسائي. واطلقنا عليهم دليلات او فتيات جوالة الكويت. والحمد لله يعني كبداية هناك اقبال، هناك نوع من طبعا اول ايام كانت في صعوبه لان ما كانوا يتوقعون ان مثلا هم كانوا في المدارس يسمونهم الزهرات والمرشدات. فقلنا لهم يعني احنا دائما نروح حق الشيء الاسهل اللي يكون بالكشافه
يعني من السهل تقنع تقول له ترى الجوالة هو امتداد للكشافة ييك على طول. أما لما تروح حق واحد على طول تقول له تعال الجوالة ترى الجوالة كانت كشافة يقول أنا ما دشيت كشافة في المدرسة شو أنت بتدخلني على هالعمر. فإحنا دائما نروح حق الناس اللي كانوا عندنا بالكشافة اللي كانوا بالمخيمات اللي كانوا في وزارة التربية هم الأسهل لنا. أما الناس اللي حابين ينضمون أو هم ما كانوا كشافة هم نوصل لهم الفكرة والرسالة والخطة ونقنعهم انهم يكونون معنا في فرق الجواله. طيب بصفتك رئيس فريق الجواله يعني هل لديكم خطه عمل سنويه برامج تتم مناقشتها وبالتالي يعني خطط يعني تقدمونها خلال فتره الموسم او الموسمين القادمين؟ خطه العمل السنويه او احنا كتوجيه الجواله في الهيئه العامه لشباب الرياضه احنا نشرف على الجواله الموجودين في الانديه الرياضيه وفي جمعيات النفع العام. يعني واحد لا يعتقد ان لما يقول انا جواله يعني انا مثلا موجود او مقر مكاني في الهيئه لا هو الجواله عباره عن عشائر عباره عن وحدات كشفيه مقرات متوزعه على الانديه الرياضيه وجمعيات النفع العام. مثلا النادي العربي في جواله، نادي صليبخات في جواله، نادي الجهره فيها جواله، نادي السالميه فيها جواله، نادي الكويت فيها جواله. الجواله يعني يخدمون انشطه النادي الثقافيه والاجتماعيه. لاحظ ان الانديه الرياضيه ليست هي فقط تنافسيه نعم. في مجال الرياضه لان هناك دور مرسوم آخر تاسيس الانديه فيها نطاق ثقافي واجتماعي نعم. الانشطه الثقافيه والاجتماعيه تندرج عليها الجواله بالاضافه الى جمعيات النفع العام ايضا فيها جواله. احنا عندنا خطه مع بدايه السنه الماليه من 1/4 ل 31/3 نهايه السنه الماليه الخطه تتوزع على حسب البرامج والأنشطة اللي تعطينا الهيئة. مثلا عندنا نشارك في بعثة الحج الكويتية كل سنة نعم. عندنا خدمة المصلين في العشر الأواخر في المسجد الكبير نعم. هذه من الأنشطة الثابتة للجوالة. عندنا الملتقيات والمخيمات الربيعية التي نقيمها كل عام بالإضافة إلى التنظيمات والمشاركات اللي يطلبونها مثل حين يطلبونها استاد جابر فالجوالة من الفرق الأساسية وهو 21 فريق في استاد جابر. احنا الحمد لله من الفرق الأساسية المستعينين فيها. هذا شيء تشكرون عليه اكيد يعني مجهودات كبيرة ورائعة للجوالة. استاذ علي يعني قاعد تكلم انت عن الخدمات اللي يقدمونها فريق الجوالة، هل هذا يندرج تحت أنشطة جماعية ام عندكم أنشطة فردية ايضا؟ فرق الجوالة وخدماتهم و يعني على قولتهم مشاركاتهم كلها جماعية، يعني ما في هناك تصرفات فردية أو شخص فردي يقوم في نشاط. يمكن إذا كان هناك شخص فردي قام بنشاط يعني أيضا من خلال لبسه وسكارفه وبدلته والشارات يدل أن هذا يمثل الجوالة نعم. ولكن كل النشاط كان نشاط جماعي. نعم. أضرب لك مثال أختي، العام انطفت الكهرباء على تقريبا معظم المناطق في دولة الكويت نعم. فكنا طالعين من فعالية الجوالة وكنا لابسين لبس الجوالة، فكنا طالعين من هالفعالية قام واحد من أخواننا الجوالة وقف بنص تقاطع إشارة المرور ونظم العملية. الناس ما قالوا فلان الفلاني، قالوا شخص من الجوالة والكشافة نظم إشارة المرور، وهو تصرف فردي منه لأنه من باب تحمل المسؤولية من باب سجية داخل الإنسان سبحانه نعم. ولكن الكل شكر الكشاف والجوالة قال شوف هذا الشخص اللي ركن سيارته ونظم إشارة المرور والتقاطع المروري في ظل غياب الكهرباء نعم. طيب ما هي الأنشطة البرامج اللي تمارسونها على مدار السنة غير الأعمال التطوعية؟ احنا غير الجهات اللي تطلبنا احنا عندنا دائما يعني في إشباع النشأ أو الفرد في جميع المجالات. يعني نهتم في المجال الثقافي والمجال الاجتماعي والمجال الديني والمجال الصحي والمجال الرياضي بالإضافة إلى الأنشطة اللي مثلا اللي يستفيد منها. يعني إحنا عندنا هالمجالات هذه نحاول نعطي من كل مجال نشاط. المجال الصحي لازم يكون عندنا الجوال، لازم يكون عنده ليسن اسعافات اوليه في المجال. هذا شرط اساسي، شرط اساسي عنده اسعافات او هذا شيء طيب. احنا كل سنه نقيم دوره في الاسعافات الاوليه، دوره انعاش الحياه يعني هذا بالتعاون مع اداره الطوارئ الطبيه يعني هذا الشيء الحين بذكرك فيه بقريص انه اول ما يوم حق استاذ جابر الطوارئ الطبيه قالوا احنا ما عندنا العدد الكافي حق جميع البوابات في استاد جابر. يعني ملعب كبير، ملعب ضخم كبير يحتاج تكاتف اكبر. يعني انت كل بلوك كل بوابه في مجموعه من الجماهير، اذا صار تدافع، اذا صار ازدحام، اذا صار لا سمح الله سقوط احد او في شيء انت ما يعني ما تقدر تحط حق كل مسعف وزاره الصحه حق الجماهير. قالوا احنا في ناس قاعد نعطيهم دورات. قالوا منو؟ قالوا الجواله. قال سنويا احنا قاعد نخرج
من 15 ل 20 جوال ياخذ ليسن انعاش حياه اسعافات اوليه. فاستعانوا فينا رشحنا لهم 25 شخص يكونون مع المسعفين في اداره الطوارئ الطبيه في احتفاليه استاذ جابر. نعم اذا دور كبير مو بس في التنظيم ايضا في مساله الاسعاف وهذا الشيء الاسعافات الاوليه عليه. هذه نعم. من ضمن المجالات والاشياء نعم. بالاضافه الى الانشطه الكشفيه المسابقات المسابقات الثقافيه ايضا عندنا بعد المحاضرات وفي جانب دائما احنا نهتم فيه نسميها جانب المهارات الحياتيه. انت يعني هذا الشاب اللي عمره 18 او مقبل على حياته الجامعيه وهذا احنا ما نركز على الجانب بس التنافسي، احنا نعطيه دوره في مهارات القياده، كيفيه التعامل مع الاخرين، انت احنا شغلنا اخوي ابو قريص دائما احتكاك مع الجمهور. فاحنا دائما نعطيهم يعني فن التعامل مع الاخرين. يعني اعطيك على سبيل المثال في المسجد الكبير في العشر الاواخر برمضان من كل سنه الساحات الترابيه هذه من اللي ينظم المواقف فيها؟ الجواله. فبالتالي تتعامل مع شخصيات وسلوكيات مختلفة نعم. في ناس تسمع الكلام في ناس ما تسمع الكلام صحيح. فلازم يكون عندك الحلم والبديهة وتحمل التصرفات هذه. إذن هذه طيب. تعتبر من المهارات المكتسبة من خلال الدورات اللي تقومونها أستاذ علي. طيب أين منكم الجمعيات التطوعية؟ يعني الجمعيات التطوعية إحنا يعني ما نبي نقول إحنا نشاطنا نشاط تطوعي نعم ولكن يعني ما نندرج من ضمن الأنشطة التطوعية أو الجمعيات التطوعية. إحنا يعني سلك آخر، إحنا منحنى آخر، إحنا تبع مثلا الهيئة العامة للشباب الرياضة جهة رسمية حكومية. إحنا لسنا مستقلين، يعني هناك في مسؤولين فوقنا في قيادات مثلا. إحنا دائما تعليماتنا ناخذها من وكيل قطاع الشباب السيد أحمد عبد الرزاق الخزعل وفوقه إيه نعم وفوقه سعادة رئيس مجلس إدارة الشيخ أحمد المنصور الصباح. فبالتالي إحنا نختلف عن الجمعيات التطوعية من ناحية الجهة الإشرافية والجهة الرقابية. فدائما هناك خطط وسياسة ترسمها الهيئة العامة للشباب والرياضة احنا نمشي عليها. نعم الحديث يطول عن دوركم ويعني أهميتكم في تنمية الفرد والمجتمع في دولة الحبيبة. نحن الآن مقبلون يوم الجمعة بإذن الله تعالى يوم جميل ينتظر الكويتيين وهو افتتاح استاد جابر وسط احتفالية كبيرة يحضرها نجوم عالميين ونجوم من يعني الجيل الذهبي وأيضا نجومنا المحليين. ماذا عن هذا الافتتاح واستعداداتكم لهذا اليوم المشهود بإذن الله تعالى؟ شوف استاذ جابر مو غريب على الجوالة. احنا في كل بداية افتتاح او كل تنظيم استاذ جابر صار تقريبا 3-4 سنوات في كل سنة في محاولة لافتتاحه. ولكن انا اللي قاعد اشوفه هالسنة ان هالسنة الافتتاح الرسمي حق استاذ جابر. فبالتالي في السنوات السابقة احنا كنا من ضمن الفرق وكنا ضمن المنظمين وكنا على اهم الاستعداد لاستاذ جابر. احنا خذينا دورات على استاذ جابر، خذينا عرفنا مداخل ومخارج وبوابات استاذ جابر. ففرق الجواله يعني فريق يعني الجواله مو غريب. اسمح لي استاذ علي اذا تسمح لي، الناس يعني يمكن مهتمه في يوم الافتتاح لكن لا تعرف ان هناك عمل كبير وعمل صحيح. جبار ومنها فريق الجواله اللي يمكن ذهب يمكن وعسكر وشاف امور كبيره واخذ احتياطات كبيره في هذا المجال لفتره طويله. يعني المنشاه استاذ بقريص منشاه كبيره جدا، مداخل، بوابات، 60 بوابة، طريقة الوصول، أماكن التجمع. طبعاً هذا يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية أكيد. إحنا أكيد. الجوالة الحمد لله استعانوا فينا جهتين رسميتين. نعم. وزارة الصحة إدارة الطوارئ الطبية استعانت في الجوالة وتم تخصيص 25 جوال مع إدارة الطوارئ الطبية كمسعفين إسعافات أولية. والجهة الثانية اللي هي وزارة الداخلية، إحنا قبل 4 أيام كان عندنا عملية إخلاء وهمي. ما تدري هذا حدث كبير. توقع غير متوقع. نعم. سوينا بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني مع المقدم عياد عيد عملية تجربة الإخلاء الوهمي. عندك هذا الحدث لا سمح الله صار هناك بلاغ كاذب، صار هناك شيء، احنا على هب الاستعداد. وهذا شيء روتيني يمكن المشاهدين يعني يمكن البعض يتخوف او يتردد، لا هذا شيء روتيني يتم في جميع الدول العالم وخاصه الدول المتطوره والمتقدمه. نعم احنا خذينا استعداداتنا واحتياطاتنا وتم توفير 50 جوال بالتعاون مع اداره الدفاع المدني راح يتوزعون على البوابات. وطبعا هناك مسوين احنا طوق امني 1، طوق امني 2، طوق امني 3. يعني حتى اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه راح يشوفون مساعده اخوانهم من الجواله في يعني عمليه الرام والطريق الصح اللي راح يوصلون فيه حق بوابات الجمهور. وكما تعلمون انا جايب هم نماذج من التذاكر
هذه التذاكر اللي موجودة على مواقع الأونلاين. شوي الله يعافيك. إيه. هذه التذاكر الموجودة طبعًا يعني جهود اللجنة المنظمة من سعادة الشيخ محمد عبد الله الصباح وأعضاء اللجنة المنظمة العليا. يعني أنا أقدم كل الشكر للأستاذ خالد الروضان اللي يعني لو تلاحظون أن هناك نوعين من تذاكر الشباب والعائلات. حتى العائلات لهم نصيب أنه والله لهم ركن خاص فيهم، لهم أماكن خاصة لهم، فبالتالي الشباب لهم جهة معينة والعائلات أيضا لهم جهة معينة. نعم. وإحنا هم جايبين لكم تذاكر ونقدمه حق الصاف البرنامج، وإن شاء الله تشرفونا في هذه الفعالية إن شاء الله. مقدمة من السيد خالد الروضان عضو اللجنة العليا المنظمة لأستاذ جابر. شكرا جزيلا لكم يعني وعلى هذه المجهودات الكبيرة وهذا الدور الفاعل، واللي فعلا الواحد يفتخر فيه ككويتي أن يشاهد هذا الشباب كيف يخدم بلده تطوعا وبحب كبير وبشغف. وفعلا استاذ علي يعني انت نقول جهه مسانده سواء كنتوا للداخليه او الى الصحه او اي احد يحتاجكم راح يلاقون الجوال الموجوده. شنو توجه رساله حق الجمهور؟ يعني احنا من خلال مقابلتنا الايام الماضيه مع الو جمال قال التذكره لازم تكون معاك من بدايه دخولك حتى نهايه خروجك من الاستاد، ممنوع الاكل، ممنوع الشرب، كل شيء متوفر داخل الاستاد. شنو رساله توجهها حق الجمهور اللي راح يحضر هذه الافتتاحيه؟ الجمهور لا يعتقد ان مثلا هو الدخول مجانا، ولكن هي عمليه ترتيب وتنظيم. نعم. انت خلك في الطرق السليمه للحصول على التذكره. التذكره تكون عن طريق الاونلاين او هناك اماكن مخصصه توزع فيها التذاكر. في يعني اماكن مخصصه اللي ما حصل اللي ما قدر يحصل اونلاين في اماكن، لان السيستم اذا تعلق ولا شيء. نعم. في اماكن يعني ممتاز. في جهات تم تبرع لها في تذاكر. نعم. فبالتالي ياخذونها. اللي بوصلها للجمهور الكريم الالتزام بالارشادات اللي موجوده في التذكره. نعم. التذكره واضحه ووافيه، فيها ممتاز. اماكن الجلوس. نعم. فيها اماكن تجمع الجماهير، فيها ساعات انطلاق الباص. نعم. في اماكن دخول، يعني انت الان مثلا واحد يقول انا الاحتفاليه الساعه 7:30، خلنا حضر الساعه 7، الساعه 6 البوابات راح تسكر، شلون انت بتحضر؟ نعم. الفعاليه فعاليه كبيره، نجوم عالمين جايين، اوبريت غنائي، فبالتالي الكل حاب انه يكون موجود في هذا الاستاذ وانه ياخذ كرسيه ويقعد، فبالتالي الاكل متوفر. التدافع والازدحامات على البوابات ما لها داعي، كلها عمليه تنظيميه والالتزام بالارشادات. يعني انت مثلا راح تشوف الجواله والمجاميع وجميع رجال الداخليه من تشرين يردون على استفسارك. طيب احنا خلينا ننتقل حق النادي العربي. والنادي العربي ده معروف في دوره يعني في السابق ليس فقط التنافسي لكن ايضا الاجتماعي والثقافي. طيب يعني شلون ترى الترتيبات اللي موجوده في النادي العربي خاصه من مساله الجواله؟ دور الجواله دور مساند في عمليه تنظيم المباريات. تلاحظ علم الفيفا لا يحمله الا الجواله. نعم. واحد يقول لي اثناء بيع المباريات التذاكر وتنظيم المباراه من الجهات الخارجيه، احنا ما لنا شغل في الملعب، الملعب فيه حكم وفي سيد الملعب اللي هو الحكم ومراقب المباراه، هذا هم داخل الملعب. احنا نيجي حق الدور خارج الملعب، من اللي يقوم في العمليه التنظيميه؟ من اللي ينظم الجماهير؟ من يقوم في عمليه مثلا البوابات اغلاقها؟ هني البلوك هذا انترس، افتح البلوك الثاني. الحمد لله في مجلس إدارة نادي العربي الجوالة لهم دور في هذه العملية التنظيمية منذ سنوات، فبالتالي تشوف الجوالة عندهم الخبرة الكافية في عملية تنظيم المباريات وإرشاد الجماهير وأيضا مساعدة الجماهير في حالة الازدحام والتزاحم يعني. نعم. طيب أستاذ علي من خلال كلامك قبل شوي قاعد أقول إن في خط أول وخط ثاني وخط ثالث، إذن في إقبال من قبل الشباب على الجوالة؟ إحنا الجوالة دائما يعني مثل ما قلت في البداية نحرص ان الشخص اللي يكون ويانا يكون عنده مثلا في المرحلة الكشفية. نعم. لان دائما في روح التنافس وفي تنافس بين الجوالة في الربطات الكشفية. نعم. في سرعة نصب الخيمة، يعني الواحد اللي ما يعرف ينصب الخيمة يمكن يطول وياه ساعة يقول انا وين احط العمود وانا اطق الوتد وانا احط هذا، اما في الجوالة او في الكشافة احنا عملية الخيمة ما تطول عندنا 10 دقائق، نعرف الارواق، نعرف العمود الخيمة وين تكون. نعم. نعرف سقف الخيمة وين تكون، الحبل الخيمة نعرف متى نشده متى نرخيه، فبالتالي دائما للأسف القادة
يروحون صوب الكشافه ويسحبون شبابهم حق الجوال، وانا دائما اقول لهم خلكم في المجتمع استقطبوا ناس اكثر. فهذه المشكله اللي عندنا. هذه خبرات جميله وحقيقه جهود كبيره يعني يقدمونها الاخوان في فرقه الجواله في دولتنا الحبيبه الكويت، الحقيقه شيء يعني مفخره لنا جميعا، وجهودكم نشكركم فيها استاذ علي. كلمه اخيره تحب تقدمها لمن او رساله عبر برنامج الضحى العود؟ الكلمة الأخيرة إن شاء الله الفعالية 18-12 يوم الجمعة هذه تكون مفخرة لجميع الشباب الكويتي، وهذه الفعالية إن شاء الله نتطلب تعاون وتضافر جميع الجهود في مؤسسات الدولة. اللي قاعد أشوفه في هذه الفعالية من سهر ومن تعب، ويعني الشباب اللي موجودين في استاد جابر أنا أمس لغاية الساعة 1:30-2 قاعد أشوفه موجود، أقول لهم أنتم متى يعني تتواجدون في منزلكم، متى تريحون؟ يقول إحنا نريح 4، نرد مرة ثانية الساعة 8:30. الله يعطيهم العافية. فاللجنة العليا أمس كان سعادة الوزير محمد عبد الله الصباح كان موجود في استاد جابر، الساعة 1:30 سعادة الشيخ أحمد المنصور الصباح أيضا كان متواجد، بالإضافة إلى الدينمو النشط الأستاذ خالد الروضان عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة الهيئة. يعني قاعد نشوف فرق وناس قاعد تتعب خلال الأيام، يعني مثل ما يقول لك ساعة الصفر قاعد تقرب، كل ما نشوف الناس قاعد تتواجد ويبي يقدمون شيء. احنا مال على خالد رمضان، نبي شوي تذاكر أزود، يعني المخرجين خلصوا تذاكر الحين، احنا مال المصيب لا احنا ولا المصورين داخل لا في الخير بكبال ان شاء الله. الخير بكبال ان شاء الله. استاذ علي اسماعيل أتش رئيس فريق الجوالة بالهيئة العامة للشباب والرياضة ونائب رئيس العلاقات العامة بالنادي العربي، شكرا لحضورك وعلى هذا التميز حتى في الإطلالة وهذا الأسهاب في الحديث. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نلتقيك في ضحى عود قادم بإذن الله تعالى، حقيقين يعني ورافعين راية الكويت أينما ذهبتم أنتم كجوالة، وأيضا كمفخرة لنا وللشباب الكويتي. شاكر لكم وأشكر تلفزيون دولة الكويت. شكرا جزيلا. مشاهدنا ننتقل إلى فقرة بطل رياضي ومن ثم نعود. هو لاعب فوق العادة، وهو الموهبة الفذة القادمة وبقوة في كرة السلة الكويتية. لمع نجمه في سماء نادي الكويت، وحبه للعبة جعلت له بصمة واضحة بين الكبار. أنا حمد عدنان، لاعب نادي الكويت منتخب الوطني الدرجة الأولى والشباب، عمري 18 سنة. بداياتي بلشت وأنا عمري 10 سنين، 11 سنة تقريبا. حبيت اللعبة من المدرسة، كنت ألعبها مع الربع فأخذوني في بطولة مدارس، اختاروني نادي الكويت والحمد لله توفقت فيها. كانت اللعبة وأنا صغير كنت أحبها، كنت أضيع فيها وقت فراغي، فتعلمتها من أهلي، في عندي لاعبين يلعبون من نوادي ثانية فحبيتها منهم، جربتها وأنا صغير مع المدرسة، فعقب ما اختاروني فحبيت اني اجربها، والحمد لله استمرت فيها. الحمد لله انا منسق بينهم، دراستي ورياضتي، الدراسة لها وقتها ورياضتي لها وقتها. الاهل الحمد لله يعني كلهم من انا صغير يعني داعمين باي شيء، بدراستي، بحياتي العامة يعني، وبالنادي. او الربع طبعا معي، اللي معي بالفريق وبرا الفريق. الحمد لله انا يعني مجتهد وهم داعميني. والحمد لله النادي مو مقصرين معي شيء من ناحية الدعم المادي، وكل طلب ينفذوا لي الحمد لله. وشارك عدنان المنتخب الكويتي لكرة السلة في عدد من البطولات المحلية والخليجية، محققاً العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة. أنا بلشت ألعب مع الدرجة الأولى عمري 16 سنة، البطولات اللي حققتها مع الدرجة الأولى السنة اللي فاتت أول دوري وثاني كاس وثالث خليج لبطولة خليج الأندية، ومع 20 و17 خذيت أول دوري أول كاس الحمد لله، والموسم هذا مع الدرجة الأولى خذيت أول دوري ثاني كاس وثاني بطولة خليج الأندية، وأول مع 20 وهم 17. الموسم اللي طاف بطولة الدوري لما شالوا المحترفين، لغوا المحترفين من الكويت بشكل عام يعني كل فريقه، فكانوا الأندية الباجي يقولون ان احنا في نادي الكويت فريق بدون محترفين ما عندنا شيء، واثبتنا لهم العكس الحمد لله، وفزنا خذينا المركز الاول طبعا جداره.
اللقب هذا من الكابتن الكبير علي الشطي، لقب الأسطورة. عجبني اللقب الصراحة، مع أن أنا أشوف أنه توا يعني اللقب كبير علي، بس يعني طبعاً كابتن علي الشطي كابتن كبير ويعني عجبني اللقب منه. هواية ثانية كرة القدم، أحب ألعب كرة القدم، ألعبها برا مع الشباب. طموحاتي دائماً أتمنى الأفضل، يعني أتمرن، أحافظ على لياقتي. يعني أنا أشوف إن شاء الله نتمنى الاحتراف، سواء احتراف يطبقونه هنا عندنا بالكويت أو أحترف برا. وأتمنى أن أنا كل لاعب يعني يتمنى أن يحترف برا، يعني يستفيد من احتكاك مع لاعبين أحسن منه، أفضل منه، بنية، خبرة، مهارة، عشان هو يوصل حقهم ويتعداهم. أتمنى إن شاء الله يعني تتطور عندنا لعبة كرة السلة خصوصا. أتمنى يعني يكون عندنا جمهور بالكويت. احنا نشوف الحمد لله جمهور متواجد، بس يعني لازم في أكثر، نبي أكثر، نبي جمهور يعني بكثرة. كان تشوفون أفريقيا اللي برا دول ثانية جمهور ما شاء الله، القدم والسلة ما يختلف. احنا عندنا جمهور هنا بس حق القدم أو اليد تقريبا، يعني احنا كمرتبة يمكن الثالثة احنا كرة السلة. فنتمنى حضور الجمهور إن شاء الله وتقدم اللعبة إن شاء الله بالكويت. حمد عدنان موهبة كويتية سلاوية صاعدة تستحق كل الدعم والتقدير، فهنيئا للكويت هذا البطل. شكرا لإخوان المعدين على هذه الفقرة الجميلة. يعني نجم موهوب قادم لكرة السلة بقوة اللي هو حمد عدنان، ويمكن يعني يتمنى وعنده طموحات كبيرة، نتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى، خاصة أنه هو أشار إلى يعني زميلنا الكابتن علي الشطي وما قدمه كلقب له هدية. وبالتالي إن شاء الله إذا ما كنت تستاهل يا حمد فأنت أيضا تستحق هذا اللقب، وإن شاء الله نشوفك في مرتبة أعلى وتكون نجم من نجوم كرة السلة يعني في الكويت وفي الخليج وفي آسيا بإذن الله. محمد، آخر فقرة عندنا في الضحى العود لعبة وقانون، نشوفها مع مشاهدينا. يلا مشاهدينا ننتقل إلى آخر فقرة لعبة وقانون ومن ثم نعود. مرحب فيكم أعزائي المشاهدين في برنامج الضحى العود، فقرة قانون في لعبة المبارزة. مثل ما تكلمنا في الحلقة السابقة أن لعبة المبارزة تكون من ثلاث أسلحة: سلاح الإبي اللي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، سلاح الفلوري، وسلاح السابر. راح نتكلم اليوم عن سلاح الفلوري، مختلف اختلاف كلي عن سلاح الإبي، ولكن في شغلات مشتركة ما بينهم اللي راح نتكلم عنهم. هي ملعب المبارزة، طول ملعب المبارزة 14 متر في عرض مترين، بالإضافة يتكون إلى جهاز إلكتروني خاص في احتساب اللمسات واحتساب النقاط، زائد بكرة إلكترونية اللي هو دائما يسمع عنها شنو السلك هذا اللي وراء اللاعب. هذا السلك يركب فيه توصيلة لتوصيل من البكرة إلى الجهاز الإلكتروني لاحتساب
اللمسات. يختلف سلاح الفلوري عن سلاح البي ان في لمبه زياده تستخدم اللي هي اللمبه البيضاء لما تكون خارج الهدف. الحين راح اشرح لكم اجزاء لبس لاعب الفلوري وراح تبين معاكم الجزء الابيض. اول شيء الماسك، الجاكيت اللي هو الابيض، البنطلون، الدس، جورب، بالاضافه الى حذاء خاص في لعبه المبارزه. نضيف على سلاح البي اللي هو الصدريه الكهربائيه، شوفها بالطريقه صدريه كهربائيه، هي هذه الهدف المستخدم في سلاح الفلوري، فقط الصدر والظهر، هذا هو هدف اللاعب المنافس في سلاح الفلوري بدون ذراعين. نشوف ذراعين مو موجوده، فقط الصدر والظهر. في سلاح الفلوري ايضا يخضع سلاح الفلوري الى ميزان خاص قبل كل مواجهه. الوزن طبعا هذا وزن البيه، مجرد ما نفتحه راح يكون 500 جرام اللي هو وزن البوينتة نفحصه لسلاح الفلوري. يتكون سلاح الفلوري من قبضة، كوكي اللي هو الواقي، نصل باللغة الفرنسية لامة، السنسر باللغة الفرنسية بوينتة. طريقة احتساب اللمسات فيها قانون خاص في لعبة المبارزة في سلاح الفلوري، قانون معقد شوي ما يعرفه إلا أهل اللعبة، اللي هو مثلاً من أولوية للهجوم، من اللي صيد، من اللي رد، من هجومه صحيح، من هجومه خاطئ، ففي تفاصيل صعبة في قانون الفلوري. هذا ما يختص في سلاح الفلوري، تابعونا في حلقة قادمة للحديث عن سلاح آخر. استمتعنا كثيرا وياكم مشاهدي الكرام، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم في فقرات الضحى العود. افتخار اليوم فعلا ضيوف مميزين ويعني تكلموا بشكل مميز، وخاصه نحن نتحدث فقط عن احتفاليه كبيره قادمه في الايام القادمه باذن الله، يوم الجمعه القادم افتتاح استاد جابر. ان شاء الله تكون هذه احتفاليه جميله والكل يحضرها. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، ومع السلامه. لكم تحيات الفريق العامل في الضحى العود، مع السلامه.